بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في هذه المحاضرة هنستكمل موضوع تصميم الأعمدة اللي تتعرض إلى مشكلة السلندرنس، وتحديدا هناخد اليوم مثال عملي على ديزاين كولومز ان نون سوي فريمز. وإن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الموضوع هندخل في السوي فريمز، وهي المرحلة يعني اللي فيها شوية صعوبة. طيب كنا نتكلم احنا عن موضوع النون سوي فريمز، فبالتالي بنتكلم انه انا ما عندي ازاحة نسبية ما بين اطراف العمود، يعني ما عندي relative displacement ما بين الطرف العلوي من العمود او الطرف السفلي، فبالتالي احنا بنحكي نون سوي. طيب انت لو عندك عمود وهذا العمود مرتبط في بيمز من الأعلى ومن الأسفل، وبيتعرض إلى عزم وأكسير لود، وهذا العمود فيه مشكلة سلندرنس. طبعا احنا تكلمنا إنه بهاي الحالة العمود بيتعرض إلى first order moment و second order moment، يعني في عندي أنا second order effect. طب أنا لو رسمت ال bending moment diagram الناتج عن ال second order effect، الناتج عن ال second order effect، وحددت على هذا الدياجرام النقاط اللي بتساوي المومنت المحسوب من الفيرست اوردر اناليسز، فالمسافة ما بين هذه النقاط احنا بنسميها ال i. فبالتالي ممكن اخذ انا عمود مكافئ هنج، طبعا السبورتس لهم، وطبعا بما انه نون سوي فبالتالي لازم يكون الازاحة الجانبية النسبية ممنوعة، وطول هذا العمود مساوي للـ i. فأنا ممكن في هاي الحالة أصمم العمود بناء على الـ axial force وبناء على المومنت بطول الـ i، فبالتالي أنت أخذت تأثير السلندرنس في هاي الحالة. بكل بساطة إحنا بنحكي عن مفهوم عام. طيب يعني بمعنى آخر إني أنا أخذت equivalent system مكافئ للنظام او الكيس اللي انا درسته في البدايه، وهذا الايكوفالنت سيستم يتعرض الى اكسيال فورس ومومنت، وهاي المومنت هي القيمه المحسوبه من الفيرست اوردر اناليسيس وليس من السكند اوردر، لكن طول العمود هذا مساوي للال اي. هسه المشكله في طريقه التحليل هذا عدم وضوح القيمه ال اي، يعني ايجاد القيمه ال اي هي امر صعب وليس بالسهل. فبالتالي احنا هنفترض انه قيمة ال Li هي بتساوي ال KL، فبالتالي احنا لما ندرس العمود بناء على ال effective length اللي هو ال KL، هو عبارة عن فرض احنا بنفترض فيه انه طول ال Li في النظام المكافئ مساوي لل KL. طيب هاي فقط كتوضيح احنا ليش بنتعامل مع الافكتيف لينكس. فعليا احنا الافكتيف لينكس مصدر هو فرض حتى نقدر نقترب من القيمة ال i، والقيمة ال i هاي احنا بنوجد منها نظام مكافئ، وبعد هيك بنصمم النظام المكافئ حتى ناخذ تأثير السلندرنس. طيب انت لو في عندك عمود وهذا العمود مرتبط في بيمز او مرتبط بفوتينجز، فبالتالي نقطة الالتقاء هي احنا بنسميها جوينت. الجوينت طبعا تتعرض الى مومنت ممكن يحصل فيها روتيشن. هسه مقدار الروتيشن بيعتمد على مقدار صلابة هذه الجوينت، كلما زادت صلابة هذه الجوينت كلما كان الروتيشن اقل. طيب فبالتالي حتى لما يكون في عندك عمود مرتبط في قاعدة برضو في عندي انا روتيشن ما بين القاعدة، نقطة اتصال القاعدة ما بين السويل. طيب حتى نحسب القيمة K اللي هو الـ Effective Length Factor، وهي القيمة مهمة جدا سواء أنت بتصمم يدوي أو بتصمم بالبرامج، لازم تكون أنت فاهم حيثيات هاي القيمة K وتأثيرها على الـ Analysis، لأنها مهمة جدا جدا، وهي فرق جوهري في موضوع الـ Optimization. في موضوع الـ Optimization يعني أنك أنت كيف يكون تصميمك اقتصادي، لو فرضتها بطريقة خاطئة وكنت انت كونزيرفاتيف فيها بطريقة مبالغ فيها
فهيطلع تصميم الأعمدة عندك مبالغ فيه. حتى نقدر نحسب القيمة كي اللي هو الإفكتيف لينكس واللي تكلمنا عنها مسبقا، لازم، بس احنا حاليا بنحكيش عن حالة ايديال، احنا قبل هيك تناقشنا فيها لما يكون في عندك انت فيكس كولوم او فيكس بين كولوم، فاحنا بنحكي عن كيسز ايديال. لا، احنا في هاي الحالة بنحكي عن عمود مرتبط في بيمز او في قاعدة، وهاي البيمز ممكن يكون قطاعاتها متساوية مع قطاعات الأعمدة أو مختلفة بالزايد أو بالناقص، فبالتالي أنا لابد إني أحكم هذا الموضوع من خلال فاكتور إحنا بنسميه ساي. هذا الفاكتور اللي هو ساي هو عبارة عن الريشيو ما بين الستيفنس للكولومز إلى الستيفنس للبيمز. بمعنى إني أنا لما بدي أحسب الساي، تحسب أول شيء قيمة الساي عند الجوينتس، عندك انت هذا العمود، فمره بحسبها عند التوب ومره بحسبها عند البوتوم، فبالتالي ايش اللي باخذه انا؟ مجموع الستيفنس للاعمده المرتبطه بالجوينت مقسومه على مجموع الستيفنس للبيمز المرتبطه في نفس الجوينتس، فانا بحسبها مره عند التوب مره عند البوتوم. طيب لو طلعت معاك القيمه ساي بتساوي زيرو، او انت قرات انه somewhere قيمه الساي بتساوي زيرو، لما نحكي عنها بتساوي زيرو بمعنى انه المقام عندك بالما لا نهايه، يعني الستيفنس للبيمز كبير جدا جدا، بمعنى انه قطاع البيم كبير جدا مقارنه بالعمود. في هذه الحاله البيم بالنسبه للعمود هو عباره عن فيكس سبورت. طيب لو كانت قيمه الساي انفينيتي، ايش يعني انفينيتي؟ بمعنى انه انا عندي نوع السبورت بن، بمعنى انه قطاع العمود كبير جدا مقارنة بقطاعات البيمز المرتبطة بهذا العمود. بمعنى احنا بنحكي عن الليمتس ما بين الصفر وما بين الانفينيتي، انفينيتي بنحكي عنها بن سبورت، وعند الصفر بنحكي عنها فيكس سبورت. احنا كل الكيسز اللي عندنا ما بين هذه القيمتين اكيد طبعا. طيب لما تكون الساي بتساوي صفر، الكي فاكتور تقريبا بيساوي نص اللي هو في حالة الفيكس، إذا رجعنا للمحاضرة السابقة. طيب لما تكون الساي بتساوي انفينيتي، إذا إحنا بنحكي إنه العمود نوع السبورت إله بن، فبالتالي الكي بتساوي واحد. طبعا أنت لما تحكي الكي بتساوي نص، كأنك أنت الطول الفعال اللي حتدرسه في تصميمك بيساوي نصف طول العمود، فبالتالي هذا الموضوع مهم جدا في موضوع الاوبتمايزيشن. فانت لو انت كنت قادر انك تصمم على نصف الطول للعمود، ما في داعي انك تصمم على الطول كامل، لانه في هاي الحاله انت بالغت في موضوع التصميم وتجنبت موضوع الاوبتمايزد او الايكونوميكال ديزاين. طيب احنا الى الان بنتكلم طبعا عن النون سوي فريمز. هسه عمليا انا ما بقدر اخذ هاي الليمتس، يعني ما بقدر افترض انه العمود بن او العمود فيكس سبورت، احنا ما بين التو ليمتس هذول. طيب عمليا انا ما بقدر افترض انه العمود مرتبط ببيمز بطريقه فيكست، فبالتالي صعب اني انا اخذ الكي بتساوي 0.5. انا فعليا الكي عندي بتبدا من 0.6، انا بحكي عمليا، لان انت لما تفترض الكي بتساوي 0.5 انت بتفترض انه قطاع البيم بيمنع الروتيشن عند نقطة اتصاله بالعمود، وهذا طبعا الحالة ثيوريتيكال. طيب في حالة السوي فريم اللي حنتكلم عنها في المحاضرات القادمة إن شاء الله، الكي فاكتور بتجاوز القيمة واحد، وهاي المشكلة احنا بنواجهها في برامج التصميم. انت لو فتحت على برنامج الإيتاب وبلشت تصمم العمود، افتح على الديزاين ريبورت، هتلاقي انه هو ماخذ الكي بتساوي واحد. طب احنا لو النظام اللي عندنا النون سوي، اوكي الكي بتساوي واحد ممكن تكون كونزرفاتيف. طيب لو النظام اللي عندنا السوي فريم، فالقيمة عادة تبدأ من 1.2، هي أكثر من واحد، بمعنى إنه أنت حتزيد أو الطول التصميم اللي حتاخذه بعين الاعتبار معك أكثر من الطول الفعلي للعمود بحوالي 20%، فبالتالي أنت ممكن يكون تصميمك في هاي الحالة أنسيف. طيب في حساب قيمة الساي، في عندي أنا المودلس اوف الاستيسيتي وفي عندي المومنت اوف انيرشيا. دائما قبل ما تحسب المومنت اوف انيرشيا لازم تعرف أنت
إنه قيمة المومنت أوف إنيرشيا اللي بتدرسها في القطاع لازم تعكس حالة القطاع عند المرحلة التصميمية اللي أنت بتصمم لها. بمعنى إنه أنا إذا بصمم عمود في حالة الألتيميت، ما بقدر أفترض إنه المومنت أوف إنيرشيا لهذا العمود هي أي جروس. ليش؟ لأنه في حالة الألتيميت لابد من إنه في قطاع العمود يتشكل عندي كراكس، فبالتالي هذه الكراكس هتقلل من المومنت اوف انيرشيا لهذا القطاع، فبالتالي الاي اي فاليو، الاي اي فاليو اللي هي الفلكتشرال ستيفنس، لابد انها تعكس الديجري اوف كراكنج عند اللحظه اللي انت بتصمم فيها. لما تصمم العمود تحت تاثير السيرفيس او مرحله السيرفيس لودز مختلفه عن تاثير الالتيميت. لما تصمم انت السلاب لحتى تشيك الديفليكشن، المومنت اوف انيرشيا عند تلك اللحظه مختلفه لما انت تصمم السلاب عند مرحله الالتيميت. فالديجري اوف كراكنج موضوع مهم جدا جدا وبيفرق كثير في الاناليسيس وفي الديزاين. انت ما بتفترض، ما بتقدر تفترض قطاعك عن كراك سكشن وانه الستيفنس لهذا القطاع كبيره جدا وهو في الواقع ممكن يتعرض الى كراكس، وهاي الكراكس تعمل ريديستريبيوشن في العزوم وتقلل برضه من كفاءة القطع. طيب احنا طبعا نعرف انه في معظم الكيسز العمود مرتبط في البيمز، وهذا البيمز مرتبط في البلاطات. طب احنا لو افترضنا انه قطاع العمود مثلا 30 في 60، فعليا في عندي جزء افكتيف من البلاطة بيشارك مع البيم في البيهيفيور للبيم. لازم اخذه بعين الاعتبار في عند حساب المومنت اوف انيرشيا للبيم. هسه في مرحلة التصميم ممكن يكون أنا عندي البلاطة غير معلومة الأبعاد أو التصميم لسه في بدايته. في هاي الحالة أنت شو ممكن تفترض؟ إنه الأي جروس للتي بيم بتساوي ضعف الأي جروس للريكتانجلر سكشن، وهذا الفرض موجود في الإس آي كود. تمام؟ يعني هو عبارة عن أبروكسيميشن، لأنه أنا ممكن في مرحلة تصميم الأعمدة مثلا ممكن يكون تصميم البلاطة مش فيناليزد. وبرضه طبعا انت متخيل انه عندك في المشروع اعمده كثير، فبالتالي صعب اني انا احسب البي افكتيف لكل بيم على حده. في هاي الحاله احنا ممكن ناخذ انه الاي جروس للتي بيم بتساوي ضعف الاي جروس للريكتانجلر سكشن او الويب في نفس البيم. طيب انت فعليا لو ما اخذت تاثير التي بيم بعين الاعتبار، قيمه الساي في هاي الحاله اذا انت اخذت الاي جروس للريكتانجلر سكشن وتجاهلت التي بيم، فبالتالي انت في هاي الحاله قللت المقام. اذا قللت المقام يعني رفعت الساي، رفعت الساي يعني رفعت قيمه الكي، فبالتالي حيكون تصميمك كونزرفاتيف. طيب بعد ما حسبنا قيمه الساي لكل عمود عند التوب وعند البوتوم، كيف ممكن اوجد قيمه الكي؟ في طريقتين، طريقه النوموغراف أو طريقة التيبل. هسه كلا الطريقتين approximation، يعني إيجاد قيمة الكي الفعلية أمر مش بالسهل أبدا. طيب لو بدنا نستخدم النوموغراف، النوموغراف في عندي أنا واحد للنون سوي فريم اللي هو الكيس اللي احنا حندرسه حاليا، وفي واحد للسوي فريم. لاحظ في النون سوي فريم الكي فاكتور اللي هي اللاين الأوسط بيبتدي من 0.5 زي ما تكلمنا إلى 1، لكن في حالة النون سوي ممكن يتعدى قيمة الواحد، وهي مشكلة تصميم السوي فريم انه الكي فاكتور ممكن يتجاوز قيمة الواحد. طيب انت حتيجي توجد قيمة الساي عند التوب زي ما تكلمنا وتشوف كم قيمتها، وقيمة الساي عند البوتوم وتشوف كم قيمتها، وتوصل بيناتهم بخط نقطة تقاطع الخط، هذا هي قيمة الكي للعمود اللي انت بتتعامل معه. طيب هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية ممكن تستخدم التيبل. هسه التيبل المهشر هذا حاول ابعد عنه في التصميم، لان هاي عباره عن الباوندري لقيم الكي، والبراكتيكال اللي صعب انها تكون موجوده في الواقع. طيب انت مثلا على سبيل المثال عندك بيم داخلي وفي عندك مثلا قاعده، في الحاله القاعده عاده احنا بنعتبرها ستف، وعندك الاستيك بيم ف 0.77. طبعا لاحظ انه في عندك قيمه الساي هون وقيمه الساي وقيمه الساي. انت مثلا ممكن قيمه الساي في حال تطلع عندك مثلا 2، فانت somewhere ما بين التو كيسز هذول. برضو موضوع التيبل هو موضوع تقريبي، ودائما اذا انت كنت محتار ما بين قيمتين
يعني مثلا لو كنت انت محتار ما بين البوينت 77 وما بين البوينت 74 مثلا، تعتبر البيم هل هو الاستيك او الا الاستيك فليكسيبل، في هاي الحالة انت ممكن تختار القيمة الاكبر حتى تكون كونزرفاتيف، بس برضه مش كونزرفاتيف كثير، لانه انت لما ترفع قيمة الكي انت بترفع قيمة الافكتيف لينكث اللي حتدرس عليه العمود، فبالتالي حيكون تصميمك كونزرفاتيف. طيب في عندنا مجموعة ملاحظات على النوموغراف. النوموغراف لما صمموه كان في عندي مجموعة من الافتراضات الغير واقعية. أول شيء يعني لما صمموا افترضوا مثلا إنه أنا عندي عدد لا نهائي من الأعمدة من الأبيام، وإنه الأبيام ما عليها لودز، في عندي شوية assumptions اللي غير متوافقة مع الحالة الواقعية اللي إحنا بندرسها. الشغلة الثانية، عادة النوموغراف بيعطيك قيم أقل من الواقع. طب إذا كان عندك قيم أقل فبالتالي أنت عندك الديزاين أندر استيميشن، يعني أنت قطاع العمود في الحالة بتفترض تصميم معين هو غير كافي ليحقق الاشتراطات الواقعية، فبالتالي الجدول كونزرفاتيف وأفضل بكثير من النوموغراف، بالرغم أنه لما ندخل على الجدول الباوندري لهذا الجدول غير واضحة 100%، فبالتالي إحنا حنضطر في بعض الأحيان إنه نكون كونزرفاتيف إذا كنا بين خيارين أو 3 خيارات. تمام. طبعا هنا في حالة كان عندك بيور هنج أو بيور فيكس، طبعا لاحظ هذا السبورت للعمود في التوب، يعني أنت عندك عمود حتشوف شو نوع السبورت إله في التوب وشو نوع السبورت إله في البوتوم، وبعدين تدخل مرة على الجدول بناء على التوب ومرة على الجدول بناء على البوتوم، وين نقطة تقاطعهم هي قيمة الكي فاكتور. ولاحظ انه هذا الجدول للنون سوي، للنون سوي بمعنى بريست فريمز. وطبعا مسبقا احنا تفصلنا اكثر موضوع السوي والنون سوي، وان شاء الله حيكون في مثال عملي في موضوع كيف انك تحدد انت المنشأ اللي عندك سوي او نون سوي. طيب احنا تكلمنا حاليا انه في حال ارتباط العمود في بيمز، طب في حال ارتباط العمود في فوتينج نفس الكلام، قيمة الساي حنحسبها، لكن في عندي انا شوية اختلافات في البارامترز الموجودة في الساي، فبالتالي انت لو في عندك عمود وهذا العمود مرتبط في بيم من الاعلى وفي قاعدة من الاسفل، البيم اللي في الاعلى حنستخدم له قانون الساي هذا، والنقطة السفلية اللي هي ارتباط العمود في القاعدة حنستخدم له القانون هذا واللي فيه الـ IF اللي هو المومنت اوف انيرشيا للقاعدة في الاتجاه اللي احنا بندرسه، الـ KS اللي هو السب جريد مودلس للسويل، واللي بناخده احنا من تقرير التربة. طبعا في فرق في تصميم الأعمدة بين الـ LU، الـ LU اللي هو الـ Unbraced Length اللي هو الطول الصافي للعمود بدون السبورتس، الـ LC عادة joint to joint، joint to joint. طيب حاليا في عندنا اكزامبل، هذا الاكزامبل من كتاب جيمس وايت اللي هو الميكانيكس اوف رينفورس كونكريت، اللي هو المرجع الرئيسي طبعا للمحاضرات اللي انا بعطيها، كتاب ممتاز جدا النسخة السابعة. طيب في عندنا فريم في منشأ صناعي تيبيكال، طبعا طبعا انا بيهمني من الامثلة هاي مش انك انت تصمم المنشأ اللي عندك بطريقة يدوية، لأنه تصميم الأعمدة بطريقة يدوية أمر مش بالسهل، لكن إنك تعرف المتغيرات وين كل متغير بيأثر عليك في التصميم، وتتأكد من برامج التصميم اللي أنت بتستخدمها هل هي بتأخذ بعين الاعتبار هذه البارامترز، ولو ما بتأخذ كيف أنت تجبر البرنامج إنه يأخذ هاي البارامترز بعين الاعتبار. المهم هذا المنشأ مستند على قواعد مربعة القطاع 20x20x20، طبعا الفريمات على مسافة 6 متر، كل 6 متر في عندي فريم، البيرنج كاباسيتي للسويل 190 كيلو نيوتن على المتر المربع، طبعا هاي من السويل ريبورت، وفي عندنا الاف سي برايم للخرسانة 28 ميجا باسكال، واليلد سترينث 414 ميجا باسكال، وطالب مني اني اصمم العمودين سي ودي ودي واي. طيب لو اخذنا احنا هذه الشريحة من العمود، طبعا هذه عبارة عن وولز، إضافة الوولز هون بدنا نفترض فيها فرضية، بدنا نفترض إنه هذه القطاعات الوولز هي اللي حتتحمل الأحمال الجانبية، فبالتالي وهي كافية جدا إنها تتحمل الأحمال الجانبية، فبالتالي القطاع اللي عندي أنا حصممه بريست بمعنى النون سوي،
إذا هاي مهم جدا لما تنظر في المنشأ، شوف هل في عندك نظام مقاوم للأحمال الجانبية ولا لا. أنا في عندي هو نظام مقاوم، وبدي أفترض إنه هذا النظام المقاوم هو نظام ستيف، بمعنى نظام جسر قادر على إنه يقاوم الأحمال الجانبية بكفاءة، فبالتالي الفريم اللي عندي نون سوي فريم. لو أنا أخذت قطع، طبعا هذا المصنع فيه منسوبين، هذا المنسوب العالي وهذا المنسوب على المنخفض وهذا المنسوب على المنخفض. فأنا لو أخذت قطع هون، هذا طبعا الأول، أنا أخذت فقط الجزء الأيسر، هذا عبارة عن الارتفاع العالي وهذا الارتفاع المنخفض. في المثال بدنا نصمم العمود CD وDE. لاحظ إنه العمود DE 7 متر و20 والسي دي 6 متر. طبعا هاي انت ممكن تلاحظها من بداية التصميم انه لابد اني ادقق في هذه الاعمدة بالشكل الصحيح، لانه غالبا ما حتكون عندي مشكلة سلندرنس، لانه ارتفاعات الادوار في الرينج تيبيكال 3.5 4 متر، اقل ممكن من هيك، لكن 6 متر 7 متر و20 لا طبعا ملفت جدا، انه لابد من اخذ السلندرنس. طبعا علما انه موضوع السلندرنس تشيك يجب ان يؤخذ في كل تصميم العمدة، لكن انا بحكي انه انت هذا بالنسبة لك امر ملفت. طيب السكشن اي اي موضح لي قطاع البيم والافكتيف ويدث اللي من البلاطة واللي شغال مع البيم، واللي احنا المفروض احنا نحسبه، المفروض احنا اللي نحسبه. وطبعا في عندك هنا القواعد اللي عمقها 120 120 سنتي. طيب طبعا المسافة من السنتر الوول إلى سنتر العمود سي دي هي 7 متر و50، وفي عندي هنا أنا دايمنشن ميسنج أنا ضفته هون هو 9 متر، هذا 9 متر، وهي بيهمني طبعا الأطوال هاي. أول شيء أنت المفروض بعد ما تسقط الأحمال على المنشأ اللي عندك تعمل structural analysis. طبعا خلال الستركتشرال اناليسيز لابد انك انت تدخل الاستفنس للقطاعات اللي هي الكراكت سكشن، بمعنى تروح على التيبل 6.6A اللي تكلمنا عنه مسبقا، وتغير المومنت اوف انيرشيا لكل القطاعات اللي عندك، واللي حكينا عنها هي عباره عن الافرج مومنت اوف انيرشيا، وتبدا تعمل انت اناليسيز للقطاعات اللي عندك. طيب انا بهمني العمود سي دي دي اي، تمام. وصلنا لهذا الملخص. هذا الملخص بيحكي لي ان الكولوم سي دي عليه اكسيال لود في حالة الديد 355، في حالة اللايف لود كذا، وعليه مومنت سيرفيس بمعنى مش فاكتور لود في حالة الديد كذا، وفي حالة اللايف لود كذا، وفي حالة البوتوم برضو عليه مومنت كذا في حالة الديد واللايف لود، وكذلك العمود دي اي. اذا انا اوجدت الفورسز سواء اكسيال فورسز او مومنت عند التوب وعند المومنت لكل عمود، عند البوتوم لكل عمود. طب ماشي، هسه ننتبه لما احنا نوجد هذا العزوم ننتبه على الاشارات، وهون في شغله بدنا ننوه لها. الاشارات اللي احنا حناخذها في موضوع الاناليسيس مختلفه، اللي حيكون في اختلاف بسيط جدا في المعايير اللي حندرسها في تصميم موضوع السلندر نس. انا بيهمني بالنهايه شيء معين، انك ترسم البندنج مومنت دايجرام بطريقه صحيحه بغض النظر انت وين اتجاه البوزيتيف او اتجاه النيجاتيف، لانه كل كتاب ستراكشرال اناليسيس له مرجعيه معينه في موضوع الاشارات للمومنتس. معظمهم طبعا الكاونتر كلوك وايز اللي هو المومنت اللي عكس اتجاه عقارب الساعه بياخذوه بوزيتيف، تمام. طبعا احنا لما نرسم المومنت دايجرام في تصميمنا احنا بنعتبر انه المومنت اللي في اتجاه اللي بيعمل لي تنشن هو بوزيتيف، واللي بيعمل لي كومبريشن هو نيجاتيف. لا، هون مؤلف الكتاب معتبر العكس، المومنت اللي بيسبب لي كومبريشن هو اللي بوزيتيف. مش هيك انا حبيت انوه هاي النقطه، لانه كل كتاب كل مرجع له ريفرنس معين او ستاندرد معين في موضوع الاشارات اللي بيعطوها له العزوم. احنا في شغلنا بنعتبر انه العزم اللي بيعمل لي تنشن في التنشن سايد هو بوزيتيف، واللي بيعمل لي كومبريشن هو نيجاتيف. هون لا، هون العكس. هاي بالنهايه نقاط مرجعيه بيهمني انك انت تكون فاهمها. طيب حكينا الويند لودز ويل بي ريزيستد باي وولز، بمعنى انه الاعمده اللي في هذا المنشا ما حتدخل عندي في
نظام مقاومة الأحمال الجانبية. طيب خلينا نحسب الألتيميت حاليا، احنا انه هذا عبارة عن سيرفيس، الألتيميت اللي حدرسها هي عبارة عن 1.2 ديد لود بلس 1.6 لايف لود. أول شيء الأكسيال فورس، طلعنا قيمة الألتيميت، المومنت عند التوب طلعنا قيمة الألتيميت، لأنه أنا عندي في الجدول معطيك كل مومنت كم الديد وكم اللايف، ومرة واحدة تضرب في 1.2 مرة في 1.6. طيب وعند البوتوم، إذا كل عمود أنا وجدت له كم الأكسيال فورس اللي عند التوب واللي عند الأكسيال فورس، المومنت عند التوب والمومنت عند البوتوم. طيب حاليا أنا هذا الجزء اللي بيهمني، إحنا في تصميم السلندرنس في الأعمدة في عندنا إشي بنسميه الـ M2 والـ M1. أول شيء الـ M2 دائما خذها بوزيتيف مشان إحنا ما نتخربط، خذها دائما بوزيتيف، وهي تمثل قيمة العزم الأكبر. بمعنى في العمود CD عندي عزم 127 وعندي عزم ماينس 51. طيب مين الأكبر؟ ال 127، أخذتها في البوزيتيف. طب الـ M1 كيف أحدد هل هي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ تكلمنا عن هذا الموضوع مسبقا في موضوع السنجل كيرفيتشر والدبل كيرفيتشر. طيب في العمود CD، وين CD؟ هذا CD. أنا في هاي الحالة العمود بيتعرض إلى سنجل كيرفيتشر ولا دبل كيرفيتشر؟ لا، في هاي الحالة أنا في عندي عزم بهذا الاتجاه، في عندي عزم بهذا الاتجاه، بيتعرض إلى دبل كيرفيتشر. في هاي الحالة M1 حدخلها بوزيتيف. احنا لو رجعنا شوي إلى موضوع السنجل كيرفيتشر والدبل كيرفيتشر، هون M1 على M2 is negative if single curvature، يعني في حالة كان أنت عندك العمود single curvature فحنفترض إنه ال M1 negative، في حالة double curvature فال M1 حتكون positive، وهذا اللي إحنا عملناه في المثال. فبالتالي بما إنه أنا العمود حسب الديجرام اللي عندي تعرض مومنت بهذا الاتجاه ومومنت بهذا الاتجاه، إذا double curvature double curvature، إذا ال M1 positive بالرغم منها في الاناليسيس كانت نيجاتيف. طيب بالنسبه للعمود دي اي نفس الكلام، انا عندي قيمه الاكسيال مومنت ات توب ات بوتوم نيجاتيف بوزيتيف، هاي بنعتمد على الريفرنس اللي تكلمنا عنه في طرق التحليل. طيب لاحظ هذا العمود دي اي في عندي عزم بهذا الدايركشن، في عندي عزم بهذا الدايركشن، اذا العمود حيحصل له بندنج بهذا الشكل، اذا هذا سنجل كيرفيتشر. بما انه سنجل كيرفيتشر اذا الـ M2 اللي هي قيمة العزم الاكبر 92.4 والـ M1 حتكون بالماينس بالماينس. اذا الـ M2 على الـ M1 هون حيعطيني رقم في البوزيتيف اشارة على انه دبل كيرفيتشر، الـ M2 على الـ M1 سنجل كيرفيتشر. فهون انا بحب انوه موضوع معين، لما تصمم الاعمدة في اي برمجية لازم تنتبه للاشارات، لانه موضوع الاشارات هنا بيحدد اول شيء سنجل كيرفيتشر او دبل كيرفيتشر، وبرضه حيدخل في موضوع حسابات السي ام اللي هو الماجنيفيكيشن فاكتور. فلما تكون الريشيو ما بين الام 2 الى الام 1 بوزيتيف مختلف تماما عن لما تكون نيجاتيف، فاحيانا بتلاقي في بعض المصممين بيدخلوا قيم العزوم على الاعمده في برامج التصميم وما بيهموا الاتجاهات وما بيهموا الاشارات، لا الاشارات مهمه جدا. طيب بعد ما حسبنا قيمة الـ M2 والـ M1 والريشيو ما بينهم، حنعمل حاليا أنا إلى الآن بفترض إنه ما عندي قطاع عمود، يعني ما عندي يعني قطاع مبدئي، فحنستخدم المعادلة اللي احنا بنعرفها كلياتنا الـ Area Gross Trial بناء على أكبر أكسيال لود. أكبر أكسيال لود ما بين العمودين هي الـ 597، حدخل عليها وأوجد قطاع مينيموم. طبعا اكيد طبعا هذا القطاع بغطي لي فقط بيور اكسيال لود، فانا حاخذ قطاع مبدئي وليكن 35 في 35 سنتي. تمام، طبعا هذا القطاع بهي الطريقه انا حنوه على موضوع في اخر المحاضره ان شاء الله. بعد ما وجدت قطاع، هل القطاع اللي عندي سلندر ولا لا؟ اول شيء طبعا حتعرف انه السلندرنس، انت في عندك ليميت في الكود، هذا الليميت اللي في البريست فريم مختلف عن الان بريست فريم. انا القطاع اللي عندي بريست فريم، فبالتالي المعادله اللي حشيك معها هي هاي المعادله. طيب وخلينا نبتدي في العمود سي دي، العمود سي دي اللي هو اللي في الاسفل. طيب ال يو اللي حكينا عنها الان بريست لينكس
هي عبارة عن الطول كامل منقوصا منه عمق البيم حتى أجيب الصافي، إذا بيطلع عندي 5400 مليمتر. طيب الريديوس اوف جيريشن تكلمنا عنه مسبقا 0.3 الاتش، اهم شيء الاتش هاي هي في الاتجاه اللي انت بتدرسه، لو كان العمود عندك مختلف الابعاد في الاتجاه اللي انت بتدرسه هاي هي قيمه الاتش. طيب خلينا ندخل على التيبل. طبعا انا لاحظ في المعادله هاي انا محتاج كي، طب كيف ممكن اوجد المعامل كي وانا محتاج الساي، والساي محتاج المومنت اوف انيرشيا، والمومنت اوف انيرشيا محتاج ابعاد العمود الفعلي. طب انا في المرحله هاي لسه في مرحله التصميم، انا مجبر اني انا استخدم التيبل، ما بقدر استخدم النوموغراف. طيب حاليا احنا ابتدينا بقيمه 0.77، انا العمود اللي اخذته هو العمود السفلي، فبالتالي بنفترض انه البوتوم له استف اللي هو القاعده اللي هي الفوتنج استف، وبالنسبه ل النقطه الجوينت دي حفترض انها الاستيك ولتكن 0.77. انت وقتها ممكن تفترض انها الاستيك فليكسيبل 0.74، لكن الى الان انا ما بعرف قيمه السايل الفعليه، فبالتالي ممكن يكون شوي كونزرفاتيف وليكن 0.77. طيب خلينا نعوض في المعادله هاي مشان اوجد، حيطلع عندي الناتج 39.6. طيب لاحظ المعادله هاي بالليمت اللي في الوسط في عندي انا M1 على M2، الM1 على M2 بيهمني موضوع الإشارات، يعني سواء بوزيتيف أو نيجاتيف، يعني مثلا لو كانت عندك هاي بوزيتيف بيرفع لك الليمت، فممكن أنت في حرف لك الليمت ممكن تكون ما بتتعرض للسلندرنس، ولو كانت نيجاتيف يقلل لك الليمت يدخلك في السلندرنس، فبالتالي هذا الموضوع مهم جدا. طب احنا للعمود سي دي احنا اوريدي حسبنا الريشيو، لو عوضنا فيه حيطلع الليمت تبعي 38.8، وانا اصلا عندي الريشيو 39.6. تمام، فبالتالي انا في عندي سلندرنس، لكن السلندرنس تاثيره مش كثير كبير، لانه لاحظ الفرق ما بين السلندرنس ريشيو وما بين الليمت بسيط جدا. طيب طبعا اكيد في البعض حيخطر له انه يرفع قطاع العمود حتى يطلع خارج السلندرنس، ما في مشكله، لكن لازم تشيك قيمه الدي الكي الفعليه، لان احنا افترضنا هنا 0.77، يعني عجيب ما جت، حتى لو ما طلع عندك سلندرنس لازم ترجع تعمل اتريشن حتى توجد قيمة الكي الفعلية، حتى تتأكد 100% انه انت فعلا ما عندك مشكلة سلندرنس. عفوا الكولوم دي نفس الكلام، حنحسب اليو، وفي عندي انا الكي تقريبا من الجدول 0.86 اللي هي احنا العمود هذا اللي في على دي اي، اللي حنفترض طبعا انه معروف تقريبا الاستيك فليكسيبل، وانا في عندي اوريدي احنا افترضناها هاي مسبقا هي عباره عن الاستيك اللي هي البوتوم، المقصود في البوتوم اللي هي الجوينت دي، التوب اللي هي الجوينت اي تمام، ولتكن 0.86، والى الان طبعا هذا الفرض مش فاناليزد. احسب الريشيو، حوجد انه 54.1، هون في هاي الحالة ما في داعي تحسب البارامتر اللي في النص، لانه اقصى ليمت عندك اصلا 40، فاحنا مؤكدا عندي مشكلة سلندر نس. طيب بعد ما صار عندي انا حاليا قطاع مبدئي، الفورسز الالتيميت موجودة عندي، طب خلينا نتأكد هل العزوم اللي انا حصمم عليها هاي الاعمدة اقل من المينيمم ولا لا، لان الكود معطيك مينيمم اكسنتريسيتي، كلمه مينيمم اكسنتريسيتي بمعنى مينيمم مومنت. خلينا نحسب المومنت المينيمم اكسنتريسيتي، 15 زائد بوينت تقريبا 3% من القطاع في المليمتر، المينيمم اكسنتريسيتي 25 ملي. طيب لو ضربتها في اقصى بالتمت عندي حيوجد انه اقل مومنت لازم اصمم عليه هاي الاعمده هي 15.22 كيلو نيوتن في متر، يعني المفروض اطلع ام التمت لكل عمود على حده، لكن انا اخذت الاكبر. على جميع الجهات قيم العزوم اللي موجوده عندي اعلى من القيمه هاي. هي. فبالتالي خلاص موضوع التشيك مينيموم اكسنتريسيتي، برضه حتى لو دخلت على برنامج الكتاب حتلاقي انه هل انت بدك تدخل موضوع المينيموم اكسنتريسيتي ولا لا، فانت كل بنت حاليا تفهم في هذا المثال لو رجعت على برامج التصميم حتلاقي البارامترز موجوده. طيب حاليا بدنا نحسب الاي اي اللي هو الفلكتشرال ستيفنس. طيب
احنا الى الان ما عندي قيم التسليح الموجوده في القطاع، واحنا تكلمنا عن الاي اي اللي حنستخدمها في الكريتيكال لود، في حسابات الكريتيكال لود. في عندي 3 معادلات. المعادله الاولى اللي انا حاليا كاتبها هاي تعطيك سهوله في الحساب، ولو ان انا ما عندي حاليا قطاع العمود الاخير فممكن استخدمها. طيب المدير السفلاسيتي معروف، المومنت اوف انيرشيا جروس، العمودين سواء اللي في الاعلى او في الاسفل الاثنين لهم نفس القطاع، فبالتالي الاي جروس واحده، فبالتالي بالنسبه للبسط لكلا الحالتين واحد. طب بظل عندي المقام اللي هو قيمه البيتا، لازم احسبها لكل عمود على حده. البيتا قبل هيك تكلمنا فيه، هو عباره عن الريشيو ما بين الفاكتور ديد لود الى التوتال فاكتور، وهذا تكلمنا انه الريشيو هذا بياخذ موضوع السستيند لود بعين الاعتبار، هو موضوع مهم جدا. طيب لو انا رحت على التيبل اللي بدأنا فيه وحسبنا منه الالتيميت، خذ كم السيرفيس ديد لود اضربه في الفاكتور تقسيم التوتال فاكتور 0.71، تمام. الدي اي برضه نفس الكلام، فانت بما انه عندك البيتا موجوده للتو كولومز ارجع لنفس المعادله عوض فيها، فحتقدر توجد قيمه الاي اي للكولوم سي دي والاي اي للكولوم دي اي. هاي الاي اي اللي حستخدمها في حسابات الكريتيكال لود لكلا العمودين. طيب حاليا في الخطوه رقم 7 حنحسب الساي. طبعا هسه الخطوات اللي انا ببدا فيها كل واحد بالنهايه ايه الطريقه اللي ممكن نصمم فيها، لكن الترتيب هذا سلس وبيقلل لك عدد الاتريشن يعني اقصى قدر ممكن. تكلمنا عن الساي احنا مسبقا، هي عباره عن relative stiffness ما بين الكولوم المرتبطه في الجوينتس الجوينت وما بين البيمز المرتبطه في نفس الجوينت. طب احنا اهم شيء تكلمنا انه المومنت اوف انيرشيا اللي موجوده في هاي المعادله لازم تعكس الكراك سكشن اللي في المرحله اللي انا بدي احسب عندها اللي هي مرحله الفيلير، تمام. حنستخدم في هاي الحاله التيبل 6.6a الموجود في الكود، طبعا هي عباره عن افريج فاليو، اذا انت بدك تحسب القيم الفعليه ففي تيبل اخر اكثر يعني تعقيد، لكن في الحال احنا ما بنقدر نستخدم هذا التيبل due to lack of information. طيب الاي المومنت اوف انيرشيا للكولوم من الجدول حناخذ 70% من المومنت اوف انيرشيا جروس وكلا العمودين نفس القطاع، فبالتالي لهم اي سي واحده. طيب بالنسبه للبيم، هسه احنا تكلمنا البيم لازم في هاي الحاله اخذ موضوع السلاب المرتبطه فيه، ففي عندي انا افكتيف ويدث. لو حسبنا الافكتيف ويدث لهذا البيم حوجد انه الجزء من البلاط اللي حيدخل معي في الحسابات هو 2250 ملم اللي هو اقل قيمه ما بين هاي القيم، فبالتالي انا المفروض لما احسب المومنت اوف انيرشيا للبيم احسبه كتي سكشن، وبعد هيك اخذ 35% منه اللي هو الكراكت سكشن الكراكت سكشن. طيب البروسيجر الثاني اللي انت ممكن تعمله كابروكسيميشن ايش ممكن تعمل؟ ما تحسب البي افكتيف، لا انت تحسب الاي جروس للريكتانجلر سكشن اللي هو للويب وتاخذ 70% منه بدل 35%، يعني ال 35% الموجوده في التيبل هي 70% من الريكتانجلر، لكن احنا في هاي الحاله احنا حسبناه كتي سكشن واخذت 35% منه. يعني في هاي الحاله انا حسبت المومنت اوف انيرشيا للعمود ولا البيم. طبعا انا هون افترضت انه القطاعات الابيام متساوي في كامل المشروع والاعمده برضو كذلك، او على الاقل في العمودين اللي انا بدرسهم. طب حاليا خلينا نبتدي في عمود عمود، وليكن العمود دي اي. دي اي لاحظ العمود دي عفوا النقطه دي الجوين دي مرتبط فيها عمود من الاعلى عمود من الاسفل وبيم واحد، النقطه اي مرتبط فيها بيم واحد وكولوم واحد، تمام. فبالتالي هذا بيدخل معي في حسابات الساي. اذا الساي عند النقطة اي هي عبارة عن الاستفنس للعمود مقسوما على الاستفنس للبيم اللي حسبناه احنا هون، لانه انا في عندي حكينا مرتبط فيها عمود واحد وبيم واحد، واهم شيء الاستفنس هاي مأخوذة كراكت، يعني لازم تاخذ موضوع الريدكشن في المومنت اوف انيرشيا. طيب بما انه الخرسانه للعمود وللبيم واحده، اذا الاي سي الاي بي نفسها، اذا الساي للقيمه اي
عند الجوينت اي بتساوي 0.182. طيب عند النقطة دي، عند النقطة دي احنا حكينا في عندنا عمودين، اذا الريلاتيف ستيفنس هتدخل معي مرة للعمود العلوي اللي طوله 7 متر و20، ومرة للعمود اللي في الاسفل اللي طوله 6 متر، مقسوم على الستيفنس للبيم، وهتكون عندي 0.481. لاحظ قيمة السايز زادت. طيب انا حاليا ايش ممكن اعمل؟ انا حاليا العمود دي اي اوجدت قيمة الساي عند التوب وقيمة الساي عند البوتوم. طيب هندخل على النوموغراف، اعوض قيمة الساي عند التوب وعند البوتوم، اوصل الخط بيناتهم، وين نقطة التقاطع؟ هون تقريبا 0.63 0.64، تقريبا نفس القيمة هاي 0.63. لو رحنا على التيبل زي ما افترضنا مسبقا كنا حاطينها 0.86، فاحنا دائما تكلمنا ان النوموغراف بيعطيك قيم اقل بكثير يعني من القيمة المطلوبة، فبالتالي انت تصمم على التيبل في هاي الحالة افضل. اذا ال 0.86 يعني كأني انا ايش عملت؟ لما افترضت هون اول مرة قيمة الكي، رجعت حسبت مرة ثانية قيمة الساي لأوجد قيمة الكي واشوف هل الفرض اللي انا افترضته صحيح ولا لا. طبعا حتى قيم الساي اللي موجودة هون ممكن انت تستفيد منها في التيبل نفسه، لانه برضه معطيك قيم الساي، يعني هو معطيك انديكيشن هل قيمة الساي اللي عندك انت تقع ما بين ال 0.4 وال 1.6، ما بين ال 1.6 وال 3، فانت ممكن يكون هذا بالنسبة لك انديكيشن. فبالنهاية انا اتأكدت في هاي المرحلة انه القيمة اللي انا كنت مفترضها في البداية ككي هي قيمة كونزرفاتيف، ما فيها مشكلة، ما في عندي انا مشكلة اندر استيميتد فاليو. طيب حاليا حنروح على الكولوم سي دي. الكولوم سي دي لو رجعنا احنا للمخطط اللي عندنا، الدي ما في داعي ترجع تحسب لك، حسبتها مع العمود العلوي. حاليا انا الدي سي السي دي حاسب فقط الساي عند النقطة سي اللي هي نقطة اتصال العمود بالقاعدة، واللي تكلمنا احنا إلها قانون مختلف شوي عن قانون الـ relative stiffness للبيم والعمود. طيب عند الجوينت دي هي نفس القيمة اللي حسبناها من الخطوة السابقة، الساي عند نقطة اتصال العمود بالقاعدة هذا القانون. بس أهم شغلة انتبه هنا إن المومنت اوف انيرشيا اللي حاخذها للعمود المتصل بالقاعدة ما تعمل له ريدكشن، خذ القيمة كاملة. يعني الجوينت المتصلة ما بين العمود وما بين القاعدة ما بنعمل لها ريدكشن في المومنت اوف انيرشيا. طيب فأنا حاخذ الفول فاليو للمومنت اوف انيرشيا للكولوم، المودلس اوف الاستي معروف، ال سي بس لازم نضيف في الحالة سماكة القاعدة لأنها بتتاخذ للسويل. تمام، المومنت اوف انيرشيا للقاعده في الاتجاه اللي انا بدرسه هي مهمه جدا، لانه ممكن يكون احيانا عندك عرض كبير وعرض قصير للقاعده اللي هو المومنت اوف انيرشيا. والكي اس هاي بناخذها احنا من تقرير التربه كم السب جريد مودلس للتربه اللي انا بتعامل معها، فبالتالي في هالحاله انا هحسب قيمه الساي للعمود المتصل به او عند الجوينت ما بين العمود والقاعده، هذا طلع 2.4. هروح برضه مره ثانيه على النوموغراف النون سوي، هعوض القيمة عند التوب اللي هي 0.481، ومرة عند البوتوم اللي هي 2.4، وحوصل بيناتهم حيعطيني قيمة تقريبا يعني متساوية ما بين النوموغراف وما بين التيبل، إذا أنا شغال صح. فالحالة أنا مطمن إنه قيمة الكي اللي عندي محسوبة بطريقة صحيحة. طيب حاليا بعد ما إحنا يعني مراجعة سريعة، أول شيء عملنا أناليسيس، بعدين حسبنا الألتيميت لود، ومن الألتيميت لود حسبنا الأم 2 والأم 1 وحددنا إشاراتهم، بعدين دخلنا عملنا على الأريا جروس وأوجدنا قطاع، بعدين شفنا هل القطاع هذا في عندي مشكلة سلندرنس ولا لا، بعدين شيكنا المينيموم إكسنتريسيتي، بعدين حسبنا الإي أي إفكتيف اللي هو الإفكتيف فلكتشرال ستيفنس، تأكدنا من قيم الكي حاليا أنها مطابقة للقيم اللي فرضناها في البداية. حاليا لازم أعمل الخطوة يعني من بعد الخطوة الثمانية، هي الخطوة المهمة جدا في تصميم السلندرنس في الأعمدة، لازم أحسب الماجنيفايد مومنتس، لأن احنا تكلمنا حاليا أنا ما بدي أعمل أناليسز مشان أوجد السكند أوردر مومنت، أنا بدي أوجد الفيرست أوردر مومنت اللي بدنا نطلعه بالطريقة الاعتيادية في التحليل، وأضربه بفاكتور، وهذا الفاكتور حيضخم لي
قيمة المومنت لا يؤخذ بالاعتبار الزيادة اللي حتحصل بسبب السكند اوردر افكت، وهاي تكلمنا عنها وشرحنا عنها باستفاضة مسبقا. طيب قيمة الدلتا، وهي مهمة جدا في تدقيقك للأعمدة حتى في التصميم باستخدام البرامج، لازم أول شيء تدققوا في موضوع الأعمدة موضوع الدلتا. طب قيمة الدلتا، أول شيء المومنت الماجنيفايد اللي أنا حصمم عليه بيساوي المومنت اللي حسبناه في الخطوة رقم 2 مضروبا بفاكتور، هذا الفاكتور بيعتمد على درجة تأثر العمود في السلندرنس. طيب هذا الفاكتور ايش بيساوي؟ هذا القانون تكلمنا عنه مسبقا، وبأي حال من الأحوال يجب أن لا يقل عن قيمة واحد. يعني في أسوأ الحالات إنه أنا ما حزيد بالمومنت اللي أنا حصم اللي أنا حسبته مسبقا، لكن برضه مش لازم أقل عنه. قيمة السي إم نحسبها لكل عمود، وبرضه هاي السي إم تدقق في برامج التصميم يعني لازم ننتبه لها كثير كويس. أحيانا البرنامج ممكن يحسب عندك بطريقة خاطئة، ويكون أنت بتعتقد إنه عمودك أنصيف، لكن لو عدلت القيمة وضعت القيمة الصحيحة عمودك يصبح بدون أي مشكلة. المهم السي ام هاي قانونها 0.6 ناقص 0.4 مضروب في الريشيو ما بين الام 1 على الام 2، وهون برضو تعوض بالإشارات، تعوض في الإشارات. طيب حسبناها هون طلعت عندي أنا 0.437، إذا الفاكتور سي ام اللي هو أحد المعاملات المهمة جدا في حساب قيمة الدلتا الماجنيفايد فاكتور طلع عندي 0.437. طيب حاليا لازم أحسب الكريتيكال لود. الكريتيكال لود هذا القانون معروف، الكي موجود عندنا حسبناها، مشان تعرف أنت الكي وين بتدخل عندك لما حسبناها مسبقا. طيب وإيش تأثيرها في حال زادت أو قلت من هاي المعادلة؟ طيب الكي حسبناها، ال يو اللي هو الان بريس لينكس معلوم عندنا حاليا لكل عمود، الاي اي افكتيف حسبناه مسبقا، اذا حوجد الكريتيكال لود لكل عمود، وللعمود سي دي حوالي 4148 كيلو نيوتن. يعني لو الاكسيال لود، لو افترضنا انه في عندي عمود بيتعرض لاكسيال لود فقط بدون مومنت، فلو تجاوز هاي القيمه فحيصير العمود ان ستيبل. طيب هرجع مرة ثانية على المعادلة هاي وأعوض فيها، حوجد إنه الماجنيفايد فاكتور بيساوي 0.54، يعني الكولوم سي دي تأثيره في السلندرنس كان شيء بسيط جدا لا يذكر، فبالتالي الماجنيفايد فاكتور حاخذه بقيمة واحد، يجب أن لا يقل عن القيمة واحد بأي شكل من الأشكال. فبالتالي بستنتج إنه العزم اللي حسبته مسبقا في الخطوة رقم 2 انا ما حزيد عليه شيء، يعني خلاص حنصمم العمود حاليا سي دي بناء على الاكسيال فورس والمومنت اللي حسبناه احنا من الخطوه الثانيه. اذا هذا الملخص، الكولوم سي دي خلاص حنصممه حاليا زي ما صممنا الشورت كولومز مسبقا. هاي هي خلاصه كل البروسيس اللي انا عملتها لحتى ما اوصل لهاي النتيجه. انا النتيجه بدي اوصلها، هل العزم اللي انا حسبته هل حصمم عليه نفسه ولا حصمم على قيمة أكبر منه؟ مشكلة طبعا لو أنت صممت عليه نفسه وطلع سلندرنس بيزود لك قيمة المومنت اللي أنت المفروض تصمم عليه. طيب لو رحنا على الكولوم دي إي وعملنا نفس الخطوة، طبعا لاحظ عوضنا في الإشارة زي ما تكلمنا الأم 2 والأم 1، لاحظ قيمة السي أم هون لمجرد فقط الإشارة اختلفت زادت قيمة السي أم ل 0.9 بالرغم من هون كانت 0.437. طيب حسبنا الكريتيكال لود، بعد ما حسبنا الرجال حسبت الدلتا اللي هي الماجنيفايد عفوا الماجنيفايد فاكتور طلع عندي 1.15، بمعنى انه انت في هذا العمود اللي هو الدي اي السلندرنس حيأثر على العمود بانه يزود لي المومنت بمقدار 15%. يعني فعليا انت لو تجاهلت موضوع السلندرنس فحيكون انت عندك المومنت اللي انت حسبته في الاناليسز في الخطوات الاولى حيكون اندر استيميتد فاليوز، فبالتالي الماجنيفايد مومنت المومنت اللي انا هصمم عليه هو عباره عن 1.15 مضروبا في المومنت الماكسيموم اللي حسبناه مسبقا اللي هو 106. الخلاصه انه العمود دي اي يجب ان يتم تصميمه على بي التيمت، احنا حسبناها هي ثابته ما تغير 365 كيلو نيوتن، وام التيمت مقدار 106 اللي هو
هو الماجنيفايد وليس ال 92.4. يعني انت لو ما اخذت السلندرنس بعين الاعتبار هتصمم نفس العمود على قيمه المومنت 92، هي اندر استيميتد فاليو. حاليا طبعا العمود عندي موجود 35 في 35 سنتي. هتدخل فيه على الانتراكشن دايجرامز، هتوجد كميه التسليح المطلوبه تقريبا هتكون 0.012. لو ضربتها في الاريا هتوجد تقريبا الاريا اوف ستيل حتى اقل من 4.25. طبعا احنا هون ما توقفنا، لازم نعمل زي ما كنا نعمل في الشورت كولومز لما كنا نشيك تايز، المينيموم سبيسينج ما بين التايز، الماكسيموم ستيل ريشيو عند اللاب سبلايز، شو نوع اللاب سبلايز، كومبرشن او تنشن، الفاير ريكويرمنتس اذا ذاكرين كنا تكلمنا عن المينيموم ويدث للعمود، الكفر، وبدك تتاكد برضه الاركتكتشرال ليميتيشن. احيانا هذا العمود انت ممكن تغير القطاع تبعه، وهي علما انه هاي الخطوه يجب ان تدقق من لما وضعنا الاريا اوف جروس تريل. انه لما احنا افترضنا العمود قطاعه 35 في 35 لازم نتاكد هل معماريا حيكون في عندي مشكله. احيانا المعماري ما بيرضى ان يكون في عندك بروز للاعمده داخل الفراغات المعماريه، فانت ممكن تغير في شكل القطاع من تلك الخطوه. تشيك same columns in other direction. طبعا احنا الى الان في كل اللي عملناه لهذول العمودين شيكنا العمودين في الدايركشن اللي هو على الاكس اكس اللي افترضنا اكس واي، لكن نفس العمودين لازم اشيكهم في الاتجاه الاخر. فممكن احيانا العمود يكون عندك سيف في اتجاه وانسيف في اتجاه اخر. طبعا انا هذا فقط جدول استرشادي انا ضفته حتى الجميع ينتبه انه لازم يدرس موضوع الاستفنس للعناصر الانشائيه عند اللحظه اللي او عند الترم اللي بدهم يحسبوا او شيء. يعني انت بدك تحسب ديفليكشن، المومنت اوف انيرشيا عند السيرفس مختلفه عند الالتيميت، بدك تحسب تمبريتشر لودز في البلاطه، فالمومنت اوف انيرشيا طبعا تختلف اللي هي الاكسيال مومنت اوف انيرشيا، لان في عندك انت اكسيال مومنت اوف انيرشيا، في عندك بندنج ستيفنس، في عندك تورشنال ستيفنس، في شير ستيفنس. فبالتالي هذا الموضوع مهم جدا. وطبعا انا بقترح انه انت اذا كان عندك شيء مش واضح فيهم انك تعمل تو موديلز على برنامج الايتاب مثلا. واحد افترض في ان المومنت اوف انيرشيا كامل فول، يعني ما تعدل الفاليوز الموجوده في السيت موديفاير، وواحد فيهم دخل القيم الموجوده في الكود اللي في الجدول 6 اي وشوف النتائج كانترنال فورسز ناتجه على الاعمده والابيام والبلاطات كيف حتتغير ما بين التو مودلز. اتمنى انها تكون محاضره مفيده، ونعتذر على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.